المرض. دابا حنا كنقولوا لك كاين مرض خطير، واش نتوما عايشين في هذا العالم ولا ما عايشينش فيه؟ كاين واش انا عمرني قلت لك شي حاجه؟ ولكن دابا كاين مرض خطير. بينا ما ناكلو غير ما الشريف، ولا ما بقيتي مواكب ما تاكل يهزك الصافط وغاتمشي فين تاكل وتشرب. واش الشريف راه ضروري ضروري جامع، راه بنادم كتكون عنده 1000 فرنك كياكل منها 100 وكيخزن 100. راه حنا عارفين الاسر المغربيه. راه حشومه تقول ما عندنا ناكل، واش انت ما عندك ما راس السبع اللي كياكل وكيشقى. يما انت تشوف واش غناكل تسلم عليا غتصبر وشوف غتصبر ماشي طريقه غتصبر وتجي لعندنا انا غندبر عليك دابا في 15 يوم ولا 20 يوم صافي دابا مالك انا غنعطيك ولكن راه ما غاديش تقدر تهزو في البيكالا صافي اعطي ما غيقدرش يهزو راه كثير وصافي اعطي راه جن راه غادي يديرو في كتابه ويزيد يا ربي شحال من عندك ديال الرحيل؟ جوج رحالات شحال غادي دير؟ ثلاثة الفواياج تقريبا عندك ثلاثة صافي غتعرف علينا؟ ظروف الحكمة تبان يا ماشي مشكل ان شاء الله شي ماشي مشكل صافي الله يخليك خدي كيسه وخلي كيسه هادشي نتوما يا ماما عافاك يا رب نتوما هو اللي كتحكموا العيال هذا هو العمر يا ماشي الحكومة هو اللي كيحكم يلاه زيروا زيروا معايا دار مدام بسالي الا كان شي حاجه عيطوا علينا قبل ما يبدا داك التجمع ديال 60 يلاه يبدا واحد يبان لا لا صافي دابا راه حطينا صافي تما لا وحق الله خدامين بالستريس باسكو هما كنشوفوهم ما كنعرفش شنو غايدير بنادم حاجه وحده عاونونا عطاونا لانفورماسيون باش الا مشينا لشي تدخل عطاونا لانفورماسيون ان شاء الله صافي باش قلت لي هي صافي الله كنبقاش الا جيتي غدا ما غاتشوفينيش ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يسلمك يا ربي يا ربي جيب لنا على الله 10 بيتا في الساعة تما مع وليداتي وحدة وليداتي وندير لك شي دبيبة والله من والله لا بقى يكتب وجهي هنايا Thank you.
اعزائنا متابعي السبوت يلا سالينا ما فيهاش شي الله يرحم الوالدين.